نتواصل مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقات، نتواصل بالتحديات، نتواصل بالإثارة مشاهدينا الكرام. شوطنا السادس عشر تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق، شوط خاص بالتحديات والإثارة مع الإنتاج والمنتجين هنا مع القعدان. نسير مع الصدارة مع المقدمة طويق علي بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي من ينطلق على الصدارة، بينما تلال محمد بن حمد بن مصلح الإحبابي من يأتينا على المركز الثاني. المركز الثالث سيد حمدان بن محمد بن عتيق المقعودي ينطلق بهذه الانطلاقة على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك بالانطلاق والتحدي من قبل شاهين هلال بن السهيل بن عبيد بن حبيبة المزروعي منطلقا على المركز الرابع والمركز الخامس مهم السهيل بن حمد بن قذوة العامري من يأتينا على المركز الخامس وسادس. مراكزنا طوي هنا المنطلق بهذه الانطلاقة، هناك ملبي محمد بن خميس بن راشد الظاهري وياتي منيف حمد بن سعيد بن يمعب الفهد الكتبي هنا قادما، وكذلك سكر محمد بن علي بن ثابت لوهيبي وبن خيرات. ماذا يقدم من جديده هنا ايضا مع مدلل حمد بن سهيل بن خيرات بن الدوده العامري؟ ولكن اعود مع الصداره، اعود مع المقدمه مع المركز الاول وصدورة هذا الشوط. سيد المسيطر على الصداره، سيد يتسيد على القعدان بانطلاقته وتحدياته وانطلاقات هذا ايضا الشعار المميز الذي دائما وابدا يقدم الجديد والجديد في تحديات هذا الموسم من البدايه، وهو معلن ايضا التحديات المتميزه. سيد من يتسيد على القعدان بالانطلاق هنا مع كينج الاهباب، وهذه الانطلاقه الجميله حمدان بن محمد بن سعيد بن عتيق المقعودي المنطلق بهذه الانطلاقه الجميل. الله الله، اذا سيد على الصدارة حمدان بن محمد بن عتيق المقعودي على الصدارة على المقدمة بدون اي اوامر، قدم لنا اثبات، يقدم لنا سيد هنا منفردا بدون اي اوامر، بدون اي منافس، بدون اي منازع على الاطلاق والتحديات. شكرا مميد من قدم هذه الانطلاقة الجميلة الجميلة، ما شاء الله انفراد رائع وجميل. سلام لهباب، سلام سلام كنج لهباب على هذا الأداء المميز الجميل لهذه النوعيات المتميزة. هنا أيضا يقدم الميجنة والأسماء العديدة والعديدة والعديدة، هو أحدى النوعيات المتميزة. سيد تهانينا وناموس حمدان بن محمد بن عتيق المقعودي على هذا الفوز المميز. المركز الثاني وصل هنا بالانطلاق شاهين ناصر بن علي بن سلطان الغفيلي من حل على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك مناور خليفة بن سالم بن ضبيعة الاكتبي، ويأتينا مختبر سالم بن حمد بن سالم بن حمد الغفيلي، وعلى المركز الخامس هناك الرسالة القادم هنا لسعادة سالم بن راشد بن حضير من الاكتبي من يأتينا هنا بالانطلاق على خامسي المراكز. نعود مع سيد وانطلاقته دقيقتين 56 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني بدون أي أوامر، من قدم سيد هذا الانطلاق لمحمدان بن محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي، بينما المركز الثاني وصل هناك بالانطلاق شاهين ناصر بن علي بن سلطان الغفيلي قاطعا المسافة بثلاث دقائق وثانيتين وثمانية من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكانت انطلاقة مناور خليفة بن سالم بن ضبيعة الكتري، تهانينا لو أن موسى على هذا الفوز بتوقيت زمني مقداره ثلاث دقائق هنا أيضا وثلاث ثواني، وبالوفاء والتمام والكمال تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.